إذن تحية مجددة لكل اللي انضم لمتابعة برنامج في حدث المساء، وما زلنا متواصلين أكيد في فقراتنا المتنوعة والمتميزة كمان، وحنبدأ أيضا في الفقرة الثانية عن نتحدث أيضا عن اتحاد ألعاب القوة والكثير من التفاصيل هناك. حنتحدث مع الكوتش علي عبد الله عمر رئيس اتحاد ألعاب القوة ولاية الخرطوم. أهلا وسهلا بك. ثانيا ارحم على هون كوتش الرياضه من ابو شبح هو رئيس هيئه التدريب هيئه تدريب بلاد حقوق في العاب القوى في الحدث هذه الاسبوع الماضي والرحمه للمخلوق. أكيد، وأيضا نرحب بكوتش إبراهيم صديق نائب رئيس اتحاد ألعاب القوة شمال كردفان. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بكم، نشكركم على الاستضافة ونتمنى أن نكون إضافة لقناتكم الموقرة قناة البلد. شكرا لك. أيضا حنتحدث في الكثير من التفاصيل عن توأمة الاتحادين شمال كردفان وأيضا ولاية الخرطوم، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فابقوا معنا. رجعنا لكم تاني ولسه متواصلين معكم والحديث عن اتحادي القوى، اتحاد القوى ولاية الخرطوم واتحاد القوى شمال كردفان. مبدئيا كده يا كوتش، حدثنا وش عن الجو في شمال كردفان. طبعا الأيام دي جو خريفي مميز جدا ومختلف، لازم تحكي لنا عن الموضوع ده. صحيح. في البدء أول حاجة نترحم لأعضاء اتحاد ألعاب القوى ولاية الخرطوم بفقدنا لعزيزنا وزميلنا في المنشط كابتن مجدي عمر الملقب بشبح، قد وفاته المنية في الأسبوع الماضي، وكذلك نائب السكرتير أسماء منصور قد فقد وفاته برضو في الأسبوع الماضي. نترحم باسم اتحاد ألعاب القوى شمال كردفان لاتحاد ولاية الخرطوم وأعضائه. رحمة الله عليك. في الحقيقة نعم، نرجع لسؤالك. نعم، الأيامات دي كردفان الغرة حافلة به الأمطار والغدرة بدت تنبت من الأرض، ونحن نتمنى إن شاء الله كده نكون خير تمثيل لها في قناتكم قناة البلد. نعم، شمال كردفان يمكن في التوقيت ده يعني منطقة ممكن تكون منطقة سياحية جدا، يعني بمناظرها كل المناطق بتكون منطقة، يعني بالذات المنطقة دي بتكون منطقة سياحية جدا، وفيها كثير من المناظر الخلابة، يعني بالذات في فصل الخريف. نعم صحيح. نحن بالأمس كنا عندنا أمطار ما شاء الله، قولوا رطبت لنا البلد وخلتها الأجواء باردة، يعني بيقولوا عكس اجوانا هنا اجواكم هنا في ولايه الخرطوم، لكن نتمنى ان شاء الله ان تكون دائما وابدا ولايه شمال كردفان في رحبكم، انكم تستضيفونا هناك ان شاء الله في ولايتنا، ونحن مستعدين تحت اي لحظه انه نستضيفكم هناك ان شاء الله. اكيد نحن بنتمنى ان احنا طبعا اي حته فيها جو جميل نحن جاهزين يا سيف، بالذات شمال كردفان. يمكن احنا سمعنا عن شمال كردفان كثير، يمكن سمعنا عن المناظر المختلفه، يمكن سمعنا عن انه شمال كردفان ممكن لو يعني تاهل بصوره كبيره جدا وتعملت حاجات كثيره جدا ممكن تكون ممكن شرم الشيخ بتاع السودان. ايوه طبعا تكون منطقه سياحيه قبله لكل الزوار. نعم ان شاء الله يا رب. بس انا بحس ان هي منطقه سياحيه جميله جدا بالاجواء الخريفيه اللي انت بتتكلم عنها. مباشره نمشي لك يا كوتش علي، حدثنا عن التوأمة بين الاتحادين، اتحاد شمال كردفان واتحاد ولايه الخرطوم اللي انت بتمثل. السلام عليكم الحين في البدء. التوأمة انطلقت من منطلقة الكم بتاع اللاعبين. أول حاجة في كم من اللاعبين اللي مارسوا على منشط ألعاب القوة بصفة خاصة يعني في شمال كردفان وولاية الخرطوم، يعني يمكن كم اللاعبين أو عددية اللاعبين في شمال كردفان تضاهي كمية اللاعبين في ولاية الخرطوم، مع إنه ولاية الخرطوم بيتميز بالملاعب، بيتميز بالصالات، بيتميز به الرغبة في الشباب اللي يمارس الحياة دي. يمكن تكون شمال كردفان يعني مناطق متفرغة، لكن الحاجة دي انتشرت فيها بسرعة عالية جدا جدا. ده الشيء اللي خلانا احنا في ولاية الخرطوم انه نتجه لخلق توأمة مع اتحاد ولاية شمال كردفان. الهدف الأساسي من التوأمة لاعب شمال كردفان بيمتاز بالقوة،
يمتاز بسرعة الإيجابية، يمتاز به الغبول للحاجة. لأننا نقول الحاجة دي للعيمة بتاع خرطوم، لاعب شمال كردفان بالتحديد، يعني التحديد بيمتاز بالقوة كويس وبسرعة التطور كويس، والغبول للغبول للحاجة اللي هي الحاجة اللي احنا بنقول الغبول لشنو؟ لعمل التدريب يعني من خلال دراسة انتوا اجريتوها يعني تأكدتوا من الحاجة. ايوه تأكدنا من الحاجة دي. نحن عايزين ننقل الحاجة دي للعيمة في خرطوم. نعم. قال له قال له قال ولا اللي هو مولود الخرطوم. ف من خلال التمارين المشتركة أو من خلال اللقاءات اللي احنا بنسميها السباقات المشتركة ممكن الثقافة دي تنقل ونستفيد مننا في ثقافة الملاعب، ثقافة الإمكانيات. نعم. اللي ممتاز بها ولاد الخرطوم ونحن ممتاز به بالكم البشري أو قابلية الكم البشري اللي عندهم وتكون حياتي متكاملة يعني. نعم جميل جدا. أيضا يعني الآن حسي لو تحدثنا عن ما يدور من نشاط في الاتحاد شنو بيدور؟ حاليا اتحاد الخرطوم يعني تقريبا عمره أقل من 3 شهور. في الفترة دي أنا جيت على رأس الاتحاد ونفذت أكثر من 3-4 سباقات جاي ودورة تدريبية للمدربين في عملية علم النفس الرياضي اللي انتهت تقريبا قبل 3-4 أيام قاعد هنا في فرع الرياضة. من خلال الدورة دي استضفت 7 أو 8 مدربين من سمع كردفان واستفادوا من حياتي، فدي برضو نقلة نوعية لعملية التدريب. نقلة نوعية لعملية التدريب شارك من الخرطوم مشيت سمع كردفان. خلال الأسبوعين الجاية هستضيف بطولة هنقول لاعب شمال كردفان عشان يجي يحتك ليه بلعب الخرطوم هنا سواء كان على الطريق أو على المضمار، يعني ننفذ الحاجة دي على أرض الواقع. دائما تركيز نحن على اللاعب لأنه هو أساس أساس لعب القوى اللاعب ركز عليه. مكمل الحاجة دي التدريب، التدريب مكمل لتكوين اللاعب، تجهيز اللاعب وإيس وإعداد اللاعب حتى يوصل لمرحلة العالمية يعني عن طريق التدريب. لكن هو التدريب المغنن، التدريب المغنن عندنا في الخرطوم هنا بدينا فيه انه نغنن عمل التدريب 3 دورات بتعمل على مستوى الجامعات او على مستوى إدارة الرياضة العسكرية ومن خلال الاتحاد العام ان شاء الله في الفترة الجاية الدورات الخارجية اللي هي بتقام في مركز التنمية عندنا في القاهرة ده بأهل مدربين المنطقة العربية وفي مركز للتأهيل للناطقين غير العربية في كينيا وأيضا في مركز للناطقين بالفرنسية في السنغال. فنحن ساعين إنه نعيد مدربنا في الخرطوم وننسى كيفية نأخذ معنا مدرب بتاع شمال كردفان وندفع بهم في المراكز دي بحيث إنه نحن في مقبل الأيام أو مقبل السنين نطلع بمدرب كف يطور لنا اللاعب لحد ما يوصلنا للعالمية. جميل جدا. جميل. طيب كوتش إبراهيم يمكن كوتش علي يتحدث عن إنه هو بيستفيد من اللاعب اللي بيجي من شمال كردفان فإنه هو مؤهل عنده القدرة على احتمال التمارين. أنتوا كألعاب قوة من شمال كردفان تستفيدوا من اللاعب اللي بيجيكم من العاصمة شنو أو من التوأم اللي بيناتكم تستفيدوا شنو؟ والله في البدء نحن نشكر اتحاد ولاية الخرطوم على بالقوة بمبادرته إنه يخاطبنا بإقامة التوأم بين الاتحادين. وكما تعلمون انه منشط على بلغوة معظم اللاعبين بتاع انه جايين من كردفان وبالاخص شمال كردفان. اذا نرجع التاريخ لورا شويه اذا تكلمنا عن خليفه عمر موسى جوده وكذلك كابتن علي هو في حد ذاته هو من كمان من شمال كردفان ولو انه في عامنا الاخيره بقى مستقر في الخرطوم. فيعني المناخ في شمال كردفان بتساعد لإخراج أبطال صراحة وهنا بيسموه منجم الأبطال شمال كردفان. وكذلك طبعا انتوا زي ما بتدروا انه الخرطوم هي العاصمة يعتبر يعني معظم الخبرات المتراكمة اذا كان من الكادر الإداري ولا الكادر الفني انه في فرص هنا اذا كان في الجامعات السودانية زي مثلا كلية التربية جامعة السودان فرع الرياضة العسكري اللي غبنا فيه الكورس بتاعة الإعداد النفسي الرياضي لمدرب على بالقوة ودي كان واحد من من أولى البرامج للتوأمة بين الاتحادين ونحن شاركنا بعدد 6
من إداريين لمدربين في الكورس في اللي هي كانت أو غيمت في أسبوع الماضي في الرياضة العسكرية في شهر 61. نحن كذلك يعتبر يعني نحن نعم تم انتخابنا من قبل يمكن 3 سنوات، لكن في خلال وجودنا في اتحاد الأبقوة شمال كردفان مرينا بكثير من الأحداث، منها جائحة الكورونا وكذلك الثورة السودانية، ويعني كانت في أسباب أنه ما خلتنا أنه نحن نسعى لتطوير الكادر الإداري والفني وكذلك اللاعب، ولكن نحن منذ انتخابنا لم نقيف من النشاطات. وواحد من النشاطات وبصراحة عالي ده بالنسبة لي يعني بقوله كان منافسي من عهد كنا لاعبين يعني فقدر ما حاولت انه اتخلص من علي دسه ما قادر لانه ثاني جيت اتلمينا فيه لتوأمه. في التوأمه ثاني كمان. وبصراحه علي طبعا هو يعني من الابطال الغليلين في السودان، انه مثل السودان ونال اكثر من يمكن يكون 40 ولا 50 ميداليه للسودان، وكذلك انه هو خريج جامعه السودان كليه التربيه، يعني هو ابن المنشط وكذلك كان لاعب قبل كده والآن بقى إداري وبقى فني في نفس الوقت. فنحن من هنا يعني سعينا إنه نحاول يكون في ما بيننا توأمة نتفاكر فيها وعلى الأقل نأهل فيها الكادر الإداري بكورسات إدارية زي ما ذكر الكابتن قبل شوية في يعني زي جامعة السودان كلية التربية. نحن بصدد إنه نحاول نخلق برضو توعمة بيننا وبين وبينهم هم بإنه نعمل كورسات لتأهيل الإداري وتأهيل الحكم وكذلك المدرب، من أجل إنه نخرج لاعب بطريقة مدروسة أو على الأقل بفكرة إنه نحن نحاول نلحق السبقونا، لأنه نحن عندنا الدول مجاورة لنا زي مثلا أمسك كينيا وسوبيا ويوغندا وأريتريا، ديل نحن كنا يوم من الأيام بننافسهم، لكن في آخر 4 سنوات الماضية يعني زي ألعاب القوى السودانية أصابتها يعني الشلل ويعني وقفت من النشاطات، ودي بحد ذاتها فقدتنا يعني أو فقد اللاعب كثير من الثقة، لأنه اللاعب على مدار السنة بيتدرب وما بيلقى الفرصة لأنه يشارك أو على الأقل يحتك احتكاك ما هو اللاعب لما يتدرب لابد عن شنو أن يختبر قدراته التدريبية. فمن هنا من منطلق ده قررنا أنه نحاول نعمل توأمة، وطبعا ولاد خرطوم زي ما الكابتن ذكر قبل شوية عندهم البنية التحتية اللي ممكن يأهل اللاعب لاحتكاك الدولي. دي واحد من الأسباب اللي خلتنا أنه نحن نخلق التوأمة دي ونستفيد منهم برضو من خبرتهم في الولاية وهكذا يعني. نعم، إذا تحدثنا عن ما قبل التوأمة يعني ما هي العقبات اللي كانت بتواجه الاتحادين؟ نبدأ باتحاد ولاية الخرطوم لألعاب القوى، كانت بتواجهكم شنو من العقبات قبل التوأمة مع اتحاد شمال كردفان؟ زي ما قلت لك أنا جيت لاتحاد القوى تقريبا لي 3 شهور أو أقل من 3 شهور يعني. قبلها صراحة كده أنا يعني قبلها بسنة أو سنتين كنت لاعب يعني جاري ميدان لاعب وخوض بطولات جمهورية وتمثيل خارجي وغيره وغيره. فهو أيام الثورة وبعد الثورة بأيام خلينا اللعب، وأنا عضو حاجة اسمها رابطة لاعبي ألعاب القوى السودان. الرابطة دي بتدافع عن حقوق اللاعب وحقوق المدرب وحقوق الحكم. هو مزامرة مع الثورة كان عندنا شوية مشاكل كده في اتحاد ألعاب القوى وليس على مستوى الاتحاد العام يعني. ولدرجة إنه الاتحاد العام يعني فيه إدارة يعني في ناس استقالوا وفي ناس توقف عن العمل وغيره. اتحاد الخرطوم كان ما في أصلاً، كان ما في أصلاً ما موجود يعني من 5 سنين اللي وراء ما كان موجود. كان عبارة عن مباني مغلقة ومباني مفرجة. جينا نحن رممنا الحاجات دي وبدينا نعمل فيها وبدينا ننطلق منها انطلاقة صحيحة يعني. الانطلاقة دي بتبدأ من الشغل القاعدي، الشغل القاعدي يبدأ من المدرب. المدرب عاوز لاعب كويس، عايز لاعب يكون ريدي عشان هو يؤدي له اداء. اللاعب الريدي ده ما يعني يمكن يكون ما متوفر في الخرطوم او
لما نجي نصنع في الخرطوم نحتاج لشنو؟ لدوافع، الدوافع اللي لقيناها في جبل كردفان. نجيب طيب قطار، نجيب عجلات عشان نحرك بها القطار. خلاص عندنا هنا الكم بتاع اللاعبين، نجيب العجلات من جبل كردفان عشان نحرك بها شنو؟ القطار. وتكون المسيره متواصله يعني الاتحادين. هذا كل جميل. ايضا بالنسبه لشمال كردفان، لاتحاد شمال كردفان، كانت هناك عقبات بتواجهوها ايضا؟ حقيقه فعلا كانت هناك عقبات، لكن العقبات معظمها بتتعلق بتاهيل اللاعب لتمثيل السودان خارجيا. فبيقولوا يمكن انا وعلي مثلنا السودان خارجيا لمرات كثيره وعانينا ميداليات للسودان. بصراحه على ما السودان بصراحه يعني حمله ما سهل، وفي نفس الوقت المحافظه عليه ليست بسهل، ولكن زي ما حدثت قبل شويه لا بد عن ان 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 تكون هنالك تفاهمات زي ما نحن وضعناها في التوام بتاعتنا لاجل اخراج المنشط من المأزق اللي هي فيها دي. طيب جلسنا يمكن من قبل يوم ويومين في اجتماع مغلق بيننا وبين اتحاد ولايه الخرطوم، ووضعنا بعض النقاط نبتدي به في تطوير المنشط. واحد من النقاط اللي احنا ابتدينا انه نحاول نضع خطه قصيره المدى، يعني تكون ما بين شهر لثلاثة شهور، وضعنا خطه متوسطه المدى تكون بين ثلاثة شهور لسنه، وخطه طويله المدى بين سنه لخمس سنوات. طيب ودي دي اللي بخلينا انه نحن نطور المنشط بطريقه مدروسه. وما قبل هذا وذاك نحن لابد عن الناهل الاداري اولا، لانه الاداري هو اللي بيضع الخطط العمليه لتهيئه المناخ للمدرب والحكم واللاعب. نعم. طيب عشان هنا نضع الجزئيه دي لابد عن نوسع الدائره التشاوريه فيما بيننا وبين اتحاد ولايه الخرطوم، بحيث انه نحن نضع لبنه اوليه. نعم. وتكون يعني ساس متين ونحن نبني عليها في لتطوير المنشط. وكذلك عندنا يعني الركود النشاطي في العاونه الماضيه، ويعني اللاعب على بلغوه السودانيه وصل لمرحله الاستياء بانه يعني بقت ما في نشاطات بالنسبه له. فاللاعب يعني مهما حصل انت اذا بتتدرب وما يعني تختبر بقولوا قدرتك البدنيه او التدريبيه، فبالتالي يعني انت بتشوف انك زي الزول اللي بيذاكر وما في نهايه السنه ما عنده امتحان او يعني امتحان تم تعجيله والتفاصيل. فنحن نسعى لاجل انه نحاول نعمل لنا نشاط زي ما ذكر الكابتن قبل شويه، انه هم طبعا اكثر نشاطات هنا في ولايه الخرطوم طبعا، وفي فرص كمان كذلك انت زي ما عارف انه على بلغوة عاده يعني بتعتمد اعتماد كلي على الدعومات الفرديه. فنحن ساعين في انه نحاول نخاطب السلطات الرياضيه اذا كان نحن في شمال كردفان، نخاطب امانه الرياضه لكي تساعدنا في ما يتعلق بالتوأمه ونقوم نشاطات يعني تساعدنا في تاهيل اللاعب لتمثيل السودان اذا كان مرحله البطولات العالم للناشئين ولا بطولات العالم للشباب ولا البطولات العالم للكبار. وزي ما نحن شايفين في اولمبيك جيمز جاي في الشارع في 2024، ونحن يعني صعب انه نحن نقدر نحاول ناهل لاعب في الفتره دي يعني. دي ولكن نحاول نحن يعني بقدر المستطاع انه نكثف بعض التمارين، حتى ولو انه ما قدرنا نمثل في اولمبيك جيمز او الاولمبياد، على الاقل نمثل بطولات العالم للناشئين او للشباب، ودي على الاقل تكون يعني بمثابه تحفيز بالنسبه للاعب، لانه اللاعب لما يشوف انه اخوانه الاصغر اللي هو بيمثلوا في الناشئين، فبالتالي بيتحمس وبيحاول انه شنو يتدرب ويستعد لبطولات قادمه. هي نعم في خلال العام في كالندر او في جدول للبطولات السنويه بتطلع من الاتحاد الدولي على بالقوة، فدي نحن محتاجين نبني عليه. ولكن ما قبل ذاك الكابتن ذكر يمكن قبل شويه فيما يتعلق بشويه الاشكاليات اللي في الحرم بتاعت المنشط اللي هو في اتحاد عام على بالقوة، في بعض يعني الاشكاليات
نحن بنعاني منها، ولكن نحن دي ما عمر بتهمنا كثير، لانه نحن اللي بتهمنا نحن الشأن بين الولايتين في انه كيف انه نحن نحاول نعمل توأمة، ومن بعد ذاك انه نحن لما ناهل اللايف تلقائيا الاتحاد العام هيخاطبنا بانه كيف انه نحن نحضر لهم اللاعبين، ونحن جاهزين تحت اي لحظه انه نحن نتعامل مع الاتحاد العام باي ظرف من الظروف من اجل رفع علم السودان عالميا. وزي ما انتم عارفين انه نحن منشطنا منشط على بلغوه كان يوم من ايام كان اتحاد عام رايت ل في السودان هنا، ونحن يعني يقولوا كان في يعني يقولوا عصر ذهبي مثلوا فيها ابطال السودان في اولمبياد، اذا كان اولمبياد بكين ولا في بطولات العالم للصالات او خارج الصالات مثلوها السودان في بيقولوا داخل السودان وعربيا وافريقيا وعالميا. ونحن حس هل مصدقين انه نحاول نصل نلحق اللي بيقولوا القطر الفاطمه، نحاول نلحق بقدر المستطاع ان شاء الله. جميل جدا، كويس ان انتم لسه يعني بتحاولوا بتاهلوا لاعبين وبتشاركوا بطولات خارجيه. كنت يعني حدثنا اكثر عن مشاركه العاب القوى في البطوله الخارجيه وتحديدا عن المشتركه امن بخيت وتقريبا قطعت 800 متر. عمنا بخيت يعني من اللعبات الزعملني أنا في المنتخب كويس، وربنا يحفظها هي مواصلة لحد السيام، وطبعا هي مقيمة في القاهرة بعد ما يزوجت مقيمة في القاهرة، ولحد اللحظة بتمثل السودان يعني هي من اللعبات المجال، بس والله البلد ما موفرة لها إنها تمشي لك ده، يعني بتحتاج لمعسكرات يعني حتى وجودها في القاهرة تقريبا على نفقات الشخصية يعني أو نفقات زوجها، لكن إحنا من حياة من هنا على اجتهادها وعلينا دائرة تصل فهي مثال للبيت السودانية اللي عاوزة تصل يعني. طبعا ازيها وداري هي زوجة اخونا ابراهيم صديق منى جابر ونوال جاك موجوده في وبيد هسي وامل جباره وميمه جبريل تحيه ايوه تحيه لكل اللاعبات يعني مثلا خارجيا وما زال يمثلا يعني الصغار موجوده، فامنه والله لو لقت شويه من الاهتمام بتعمل انجازات يعني امنه هسي هي زي ما قالوا بنية تحتية ثابتة يعني بنية تحتية ولها أصولها، بس عايزة بتحتاج شيء من الدعومات أو شيء من الاهتمام، بتحتاج لتدريب خارجي مثلا معسكرات في أوروبا أو معسكرات في كينيا، فالحاجة طبعا بتحتاج لصرف مالي. نعم لصرف مالي زي ما قال أخونا الكابتن إبراهيم صديق، هنا في على هرم ألعاب القوى في السودان اللي هو الاتحاد العام فيه شوية الإشكالات دي، لو ما يتحلت معناه ما في تأهيل خارجي. دي بوابتنا ما نقدر نطلع يعني، أنا أشتغل في الولاية أصل لحدي الباب وأكون منتظر يعني أو بكون ويتنج يعني الدور كويس، ما أقدر أطلع برا ليه؟ لأنه الباب مغلق. فنتمنى إنه هرم عبر القوى في السودان إنه يفتح الطريق على سنه الناس تمشي، يعني إحنا كفيلين أو قادرين إحنا في الولايتين إنه نجهز اللاعب لحد ما نوصل للبوابة اللي بتطلع إلى خارجية، بس حتى دي هنطلع اللي برا دي طبعا دي ما حقتنا نحن. فنتمنى انه القائمين على الامر انه يعمل اعتباريه للحاجه دي ويشيلوا معنا الشيء ده. نعم جميل جدا. ايضا لو تحدثنا كوتش ابراهيم عن اسم السودان، يعني كيف نجعل اسم السودان مثلا حاضر في كل المحافل الدوليه سواء كانت الافريقيه ولا العربيه يعني؟ طيب زي ما قلت انا قبل شويه منشط على بلغوة يمكن باقل التكلفه ممكن تصل للعالميه، لكن احنا لابد ان نكثف يعني بيقولوا الاعلام الرياضي، وانتم بدوركم ما مقصرين اهو في استضافاتكم استضافات زي دي كده، انه نحن من هنا نناشد السلطات او السلطات الرياضيه بانه يحاول يدي النظر على الاقل ماديه لمنشط على بلغوه، لانه منشط على بلغوه انا متاكد انه يعني حسي الاتحاد الوليد الجديد هسه حاليا اللي تحدث عنه كابتن علي وهو هسه حاليا رئيسه، فبيقولوا هي طبعا نعم تم انتخابها حديثا لها 3 ولا 4 اشهر، ونحن في شمال كردفان يمكن ماشيين لعامنا داخلين في عام الثالث وعلى مشارف العام الرابع. دائما وابدا نحن واحد من الدراسات اللي نحن بنضعها دائما لتطوير المنشط بنضع التصورات هو معظم التصورات تصورات ماديه، لانه الفنيه دي شغلتنا نحن والاداريه دي شغلتنا نحن، وبتجينا يعني ما عاوز اقول غيبه عمل، لكن بتجينا يعني اعتذار من قبل السلطات الرياضيه بعدم توفر الميزانيه الكافيه في انه يدعمونا بها،
ونحن من هنا بتواجهنا اشكاليات انه نحاول نمشي نكتشف لاعبينا. انا شخصيا انا جيت عبر مشروع التطوير على بلغوه وكان مضمون من الاتحاد الدولي ودي كانت بدت بالمدارس الثانويه لانه دي طبعا انسب سن في انه يمارس المنشط لانه بيكون في سن 13 ل 16 سنه ودي يمكن سن مناسب جدا في انه تقدر يقدر يمصر السودان في يعني يقول في فتره قصيره جدا باقل التكلفه زي ما قلت قبل شويه. ومن هنا ندعو السلطات الرياضيه اذا كان في شمال كردفان ولا ولايه الخرطوم بانه يمدوا لنا اياديهم لاجل تطوير المنشط. ولكن قبل الكلام اللي قلته كله نحن عندنا الكادر الفني يعني بيجي يقدم وما بيغوط يعني المدرب يدرب على مدار بقوله السنه اللي بقوله 360 يوم و 300 بقوله 66 يوم على مدار السنه ولكن ما بلقى يعني بقوله الدعم المادي عشان يحفظوه بانه هو يحاول يأهل نفسه او على قال يحاول انه يكثف قدراته العمليه في اكتشاف مواهب. وهنا من منشطنا بالمناسبه او الخامه السودانيه او الدوله السودانيه مليئه بالخامات يعني مش شمال كردفان فقط حتى ولايات الاخرى اذا كان ولايات الغربيه ولا ولايات الشماليه ولا حتى ولايات الوسطى ولا حتى الولايات الجنوبيه زي مثلا جنوب كردفان والدمازين وما شابه. لكن نحن بس محتاجين نضع زي ما قلت انا قبيل في حديثي في انه الناس تحاول تضع تصور واضح للمعالم أو بطريقة مدروسة لأجل يقولوا تأهيل أو اكتشاف مواهب جدد ومن هناك الناس تنطلق. لأنه مثلا إذا نحن تكلمنا بس في مثال دولة أثيوبيا يعني بيقولوا أثيوبيا يعني المدربين بتاعنا في على مدار ممكن يكون العشرين سنة الماضية يكاد أن يكون نفس المدربين لكن كل مرة والتاني بيخرجوا أبطال جدد. يعني نحن اذا قالوا في بطوله عالم للناشئين في الاسبوع المقبل انت يعني هنا تكتشف في مواهب جدد ظهروا ونحن يعني يقولوا ما اقل خامه لنصل لاجل المرحله دي. لكن دايرين انه المجتمع الرياضي على الاقل يدينا نظره ماديه بحيث انه نحن نحاول نقول نمثل السودان خارجيا. نعم نتمنى ذلك. نحن حنطلع فاصل قصير ولسه حنتمحوا فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود. رجعنا لكم ولسه متواصلين معكم في آخر جزئية من حلقة اليوم ومباشرة كوتش علي متى نرى أبطالنا في المدينة الرياضية؟ في الـ ليه سؤال كان موتر بالنسبة لك؟ الخطة القصيرة غريبا يعني الخطة القصيرة عندنا بطولة أندية الخرطوم للمار الميدان حتقام في الرياضة العسكرية غريبا يعني دي حنقدم الدعوة للغناء أنكم تحضروا على الهواء. اما في الخطه الطويله المدى فان شاء الله حتروم على المنصات العالميه من خلال بطوله الدعم الاسلامي في تركيا اللي حتكون في منتصف اغسطس شهرين يعني. ومن المفترض انه نكون في بطوله الناشئين في امريكا الجنوبيه لكن ما عندنا زول يتاهل في الفتره الفاتت دي ما كان في تنافس في التاهيل. وامبارح استدل الاستدعاء على بطوله العاب الافريقيه برضه نحن ما كنا موجودين فيها فدي حياة الفرد عليها نحن نتحسر عليها هنا إن شاء الله يعني من هنا ولحد آخر الموسم اللي هو بينتهي فيه أول أكتوبر إن شاء الله نحن هنكون موجودين في الحياة الخارجية إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا كوتش إبراهيم صديق إذا تحدثنا عن الدعم دعم المسؤولين سواء كان ماديا أو معنويا للاتحاد وللاعبين أيضا. طيب طبعا أنا إطار الدعم المادي اللي تكلمت عنه قبل شويه دي فيما يتعلق بالاطار الولائي. الاطار العام طبعا زي ما تحدثنا قبل شويه ما اختصاصنا نحن وما نقدر نتكلم عنه لانه في جسم بيتمثل في هيكل الاتحاد العام هي المسؤوله عن دعم المنشط ككل او يدعم الاتحادات الولائيه. في دعومات يعني؟ في دعومات نعم والله بيقولوا بنسمع لكن طبعا ما عندنا فكره يعني بيقولوا مؤكده للكلام ده. لكن احنا في الوقت الراهن بتهمنا نحن في توأمتنا انه نحن نحاول نأهل كادرنا الاداري والفني فيما يتعلق بالمدرب والحكم في نفس الوقت لاجل زي ما قلت قبيل نأهل اللاعب
فدي دائما وابدا يعني هما يعني بيقولوا يستحال ان يتم تاهيل لاعب من غير صرف مادي. فدائما وابدا احنا يعني بيقولوا ما بنقيف، دائما بنطرق ابواب المزولين وبالاخص الامانات الرياديه زي فيما يتعلق بوزاره الشباب والرياده الولائيه هنا في ولايتنا في شمال كردفان وكذلك ناس الخرطوم. وحتى نحن يعني بيقولوا برضه ما يفوت علينا انه نحن معظم اللعيبه بتاعنا لا بل هو دائما اساكر. ويعني بيقولوا اليوم نحن كنا عندنا جلسه ما بعد المزولين الرياضيين في انه يتم دعمنا، لانه كل الدعم اللي انتم بتتمنوه وكل الامنيات تتحقق وان شاء الله نشوف العوائق وكده في كل المشاركات العالميه. يمكن يا صيف احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. اكيد وصلنا لحلقتنا، شاكرين لكوتش علي وكوتش ابراهيم على المساحه الجميله جدي. واكيد يا ملازه نحن وصلنا كده لنهايه حلقتنا، نتلاقى انا وانت وتيم يوم الثلاث، اكيد يوم الثلاث الاسبوع الجاي. شكرا لكل المشاهدين وشكرا كمان للتيم العامل، ايضا لحن الختام بهدي لك ولكل المشاهدين.